أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. مشاهدينا، على مدار 30 دقيقة سوف أكون معكم في برنامج الوطن، تواصلوا معنا عبر هاشتاج البرنامج الوطن اليوم، أكيد أيضا على إيميل البرنامج الوطن دوت اليوم @الآن.tv. مشاهدينا، أهم الأخبار في المملكة لهذا اليوم. خادم الحرمين الشريفين يبحث مع رئيس مجلس رئاسة البوسنك والهرسك العلاقات الثنائية وآفاق التعاون. صدور الأمر السامي الكريم برفع تصنيف عدد من الدول في بدلي التمثيل والسكن الملحقين بالوظائف الدبلوماسية. وأخيرا، ولي العهد يؤكد دعم التنمية في مصر، والسيسي يثمن مواقف المملكة. ماذا عن المواضيع التي سوف أناقشها اليوم في برنامج الوطن؟ المملكة تحصد 5 جوائز بيئية على مستوى الخليج. أمير مكة موبخا الأمانات، خدمات محطات الطرق لم تتحسن، وخططكم ورق. وقبلة زوجة لقعود تشعل خلافا بين عائلتين. حياكم الله. أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسماء الفائزين بجائزة المجلس البيئة والحياة الفطرية للعام الماضي، حيث حصدت المملكة 5 جوائز من أصل 7 فروع، ومنحت دول المجلس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز جائزة أفضل شخصية بيئية بدول المجلس للعام الماضي، نظير جهوده في خدمة العامل البيئي على المستوى المحلي والخليجي والدولي خلال مسيرة عمله السابقة رئيسا للأرصاد وحماية البيئة في المملكة. كما حصلت صحيفة اليوم السعودية على جائزة أفضل عمل إعلامي للصحافة البيئية، والمصور السعودي بوكالة الأنباء العالمية رويترز محمد الحويطي عن فئة أفضل صورة بيئية. كما فازت محمية محازة الصيد بجائزة أفضل محمية برية. كما حصدت شبكة البراري جائزة أفضل الأعمال التطوعية. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا وعبر الهاتف من جدة دكتور علي عدنان عشقي، أستاذ علم البيئة سابقا في جامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي. بداية، فوز المملكة بهذا العدد من الجوائز أكيد يعكس تصاعد الاهتمام بالعمل البيئي وأيضا زيادة الوعي بأهمية البيئة ومواردها. حدثنا عن هذه الجزئية خاصة في ظل التوافق والعمل المشترك ما بين القطاعين العام والخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. والله شوف، يعني احنا النظم البيئية عندنا في المملكة متنوعة، يعني نظام بيئي بحري، نظام بيئي للمناطق الجبلية، المناطق الصحراوية اللي ما تحت الأرض، هذه كل الأمور. حقيقة الجوائز يعني المفروض انه اللي بيقنن الجوائز يعني يشوفوا مين الناس الاكثر استحقاقا لهذه الجوائز. ما في شك انه الامير تركي بن ناصر الله ان شاء الله يحفظه ويخليه، ما كان له بصمه واضحه في البيئه في المملكه. لكن هناك ناس خدموا البيئه خدمه جميله، لكن للاسف الشديد لم نكرمهم. يعني صحيح هم غير سعوديين، ولكن بصمتهم واضحه في البيئه السعوديه. منهم مثلا باحثة في الحياة الفطرية إنجليزية، يعني اسمها بيتي فينكش، هذه عملت دراسة فطرية للحياة الفطرية في المملكة من غرب المملكة إلى شرقها، وصنفت أكثر من 400-500 نوع من الحياة الفطرية. في مثل أستاذة ثانية بريطانية اسمها كولن شوتر، هذه كمان يعني كونيت، هذه شيلا كونيت، هذه حقيقة صنفت أكثر من 1500 نوع من الأزهار البرية في المملكة. هناك جوني بول اللي درس البراكين في المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. الناس هذول لهم بصمة واضحة في البيئة السعودية. المفروض أننا الناس هذول نتابعهم على غد، يعني كم بدل 20 سنة هو يبحث في البراكين في منطقة الحجاز. المفروض ان يكون نوع من الوفاء للناس هذول اننا نكرمهم بجوائز بيئيه، لان المملكه تقوم بتكريمهم. نعم. طيب استاذ علي، خلينا نتكلم شويه عن بالتحديد جائزه مجلس التعاون للبيئه والحياه الفطريه. هي
جائزة لها أهداف كثيرة، من ضمنها تشجيع القيام بالأعمال البيئية، وأيضا حماية الحياة الفطرية، وتشجيع أيضا المبادرات الفردية والجماعية. سؤالي هو كالتالي: ما أهمية وجود العديد من مثل هذه الجوائز وتفعيل هذه الجائزة وجعلها يعني أكثر، يعني لا تقتصر الجائزة فقط على هذه الجائزة، ولكن يكون هناك جوائز متعددة في الكثير من المناحي فيما يتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة؟ هذا الشيء يعني عشان نعمل بيئة لازم أول مرة نتعرف على بيئاتنا ونحدد معالمها، لكي نقدر نضع الأسس لحماية البيئة. فأنا ذكرت لك الناس اللي ذكرتهم، هذول ناس فعلا حددوا معالم البيئة في المملكة العربية السعودية وأوضحوا أمور كثيرة كانت خاطئة علينا، سواء في مجال البراكين أو مجال الحياة الفطرية النباتية والحيوانية. فالناس احنا إذا كنا نشجع المفروض نشوف أحسن بحث صار للبيئة في المملكة العربية السعودية، هو مردود علمي ممكن يستفيد منه البلد، وفي هذه الحالة يقدم له جائزة. لكن أنا ما عندي جائزة عشان واحد سوى صورة بيئية أقول أديله جائزة بيئية، معلش على عيننا وراسنا، بس لا يمكن أن الإنسان يتساوى مع إنسان أصدر بحث قال له مردود جيد على مواضيع البيئة. يعني فعليا استاذ علي، يعني هناك مختصين بهذا الشأن بالتحديد، وهم من يقومون يعني طبعا بتحديد من هم الاشخاص الذين يستحقون تلك الجائزة، والاشخاص ايضا او طبعا ايضا مثل ما يتعلق بالصحف المقروءة والتي تستحق هذه الجائزة، بالإضافة أيضا للمصورين مثل ما حددنا طبعا إحنا في هذه الجائزة. هناك ناس يختصون في هذا الشأن، لكن ماذا عن أهمية نشر الوعي والثقافة والوعي البيئي في المملكة العربية السعودية بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام، حتى لا نقول في يوم من الأيام كنا هنا؟ والله شوف، يعني للاسف الشديد ان الوعي البيئي عندنا في دول الخليج وجعان متدني. يعني انا استغرب الى الان مناهجنا لا تقدم اي مواضيع فعالة عن حمى البيئة، للاسف الشديد. حتى الاعلام حقنا للاسف موقفه موقف سالب من البيئة ومن مشاكل التلوث. اديك مثال بسيط، ما بيصير في مؤتمر الارض اللي هو مؤتمر الاحتباس الحراري اللي دحين صار في باريس، احنا الشعب السعودي للاسف الشديد ما هو فاهمين ايش الموضوع، ايش الموضوع اللي صاير في باريس وما بيتكلم عليه. فكان المفروض اعلامنا يكون اكثر حساسه، يكون يوضح للناس ايش الموضوع بالضبط، وللناس هذول ليش مجتمعين، وايش القرارات اللي اصدرت، وهل هذه القرارات لها تاثير موجب او سالب على اقتصادنا وعلى بيئتنا وعلى. للاسف الشديد احنا فادي والبيئه فادي اخر. يعني انا 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 يؤسفني ان اقول الكلام هذا، لكن الاعلام عندنا للاسف. نعم، عموما دكتور علي، نعم يعني نعم نعم دكتور علي، عموما انا اكيد احترم وجهه نظرك، وايضا يعني انا عند جزئيه ان يجب ان يكون هناك تعاون ما بين الاعلام المرئي المقروء وايضا المسموع فيما يختص بحمايه البيئه. اشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم الدكتور علي عدنان عشقي، استاذ علم البيئه سابقا في جامعه الملك عبد العزيز بجده، شكرا جزيلا لك. وبخ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة الأمير خالد الفيصل أمناء لثلاث محافظات في المنطقة بخصوص ضعف أداء إداراتهم فيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة في محطات واستراحات الطرق السريعة. وبحسب المصدر المطلع فإن هذه الخطوة تأتي مع قرب انتهاء المهلة الزمنية المحددة بعامين وتنتهي الشهر المقبل، مشيرا إلى أن أمير منطقة مكة المكرمة وجه أمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف بأهمية النهوض بالخدمات في أسرع وقت ممكن. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن ينبع فهد بن سعيد الرفاعي الكاتب والصحفي، أهلا ومرحبا بك أستاذي. بداية سؤالي وبصراحة وبشفافية، كيف ترى وجود وأداء المحطات والاستراحات على الطرق في المناطق؟
أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. بالنسبة من وجهة نظر استراحات والطرق السريعة، أنا أراها معدومة أصلا، ما في أي استراحات، ربما نسبة 5% و10% متوفرة الاستراحات، والاستراحات المتوفرة لا ترقى إلى مستوى بأن تكون استراحة تستقبل عائلة أو تستقبل مسافر يريد الاسترخاء أو الراحة. فلابد في البداية أن نؤصل إلى ثقافة الاستراحات أو المجمع الترويحي للمسافر أو غيره. فلا أرى وجود أصلا لتلك الاستراحات، ربما كلها استراحات عشوائية تفتقر للتنظيم الأساسي. نعم، طب ليه؟ ليه ما في اهتمام؟ طبعا احنا نتكلم عن استراحات الطرق ايضا، يعني فيما يتعلق ايضا بمحطات البترول اللي هي مفروض تكون في ما بين المناطق، ممكن يكون ان في داخل هذه المحطه العديد من الخدمات مثل سوبر ماركت محترمه مرتبه ايضا. نعم. لو في كان امكانيه ان يكون هناك خلينا نقول فندق صغير، لما تكون مثلا مسافه ما بين منطقه او مدينه ومدينه بعيده، ليش ما نكون احنا ايضا يعني مثل باقي الدول، حتى دول الجوار يعني او مشابهين، ما نبي نقول مثلهم؟ نعم نعم، لا ربما بعدها عن المدن او تفتقر للخطابه او لسيطره المسؤول نفسه على هذه المناطق التي تعتبر نائيه في وجهه نظره هو. بحثنا في استراتيجيه عمل في تكون في نطاق عمله، لكن هو يراها بعيده، فلذلك تفتقر للرقابه اصلا، ما تفتقر للرقابه تعم بها العشوائيه، وتكون هناك محطات عشوائيه اصلا تفتقر لادنى ادنى ادنى معايير السلامه وادنى معايير استقبال اي حاله او اي حاله صحيه مثلا او اسعافيه. انت اذا احتجت الى استراحات كحاله اسعافيه ما مستحيل تلاقي استراحات. انا اتكلم عن خط سريع مثلا ينبع جده، ينبع المدينه، ما في يفتقر الى اي مكان او اي ماوى لاي عائله اذا اضطرت الى تلك الاستراحات. يعني فعليا انا مستغربه استاذ فهد، يعني ممكن حتى يعني بالنسبه لرجال الاعمال ممكن تكون هذه الاستراحات طريقة جيدة لإقامة مشاريع محطات وقود أو حتى استراحات محترمة على في تلك المناطق، برأيك حتى ليش يعني هناك غياب لدور رجال الأعمال والمستثمرين في تلك المناطق؟ المستثمرين موجودين، لا أنا أرى أنه محتكرة تلك الطرق، ربما فك الاحتكار. من اللي محتكرها طيب زين؟ من محتكرها؟ لا أعلم عن سبب احتكارها أو سبب أنه خط سريع 500 كيلو ينبع جدة، ينبع المدينة، ما في أي محطة، شيء يدعو للريب والشك. طيب، صاحب سمو الملكي الأمير خالد الفيصل أعطى المقصرين مدة عامين، مدة العامين تبي تنتهي عقب شهر تقريبا. نعم. برأيك وش بيصير يعني، وش يعني خاصة مع غضب الأمير خالد الفيصل اللي قال لهم تقدرون تطورون أنفسكم، تقدرون تنهضون بهذا المجال، لكن كانوا يعني العديد من الجهات ما نبي نسميها، خلا بقول لك لا حياة لمن تنادي، لم يكن هناك استجابة أو تطوير، وكان كلامهم فقط مثل ما ذكر الأمير حبر على ورق. لا، هذا الكلام الأمير حبر على ورق، فإذا سنة وثمان أشهر لم يرى شيء ولم يظهر شيء، أنه شهر ما أعتقد أنه بيصير حاجة إلا لملمة هذا الورق في دوسيهات ووضع في الإدراج. نعم، طيب أنا بالنسبة لي انتهى وقت هذه الفقرة، أشكرك كل الشكر أستاذ فهد بن سعيد الرفاعي لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، أهم الأخبار المحلية في المملكة هذا اليوم. العميد العسيري: مجلس التنسيق السعودي المصري يجسد متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين. وإحباط تهريب 74 ألف حبة كبتاغون مخبأة في الإطار الاحتياطي لمركمة. ووزير التعليم: تكامل العمل ضمن الفريق الواحد ضرورة ومكتبي مفتوح للجميع. وأيضا وزير التعليم: خلل المخرجات يحتم التصحيح. وإسناد عقود أنكحة غير السعوديين للمأذونين. وأخيرا الصين هي وجهة السعوديين لزراعة الكبد وباكستان للكلى. إلى فاصل قصير. من جديد
حياكم الله. أثارت قبلة زوجة سعودية لقعود من قطيع الإبل الذي يملكه زوجها إلى خلاف بين عائلتين غرب مدينة الرياض، وذلك بعد أن رفضت والدة الزوج عودة زوجته للمنزل كونها تجرأت على تقبيل القعود دون حياء أو خجل وهي على ذمة رجل، معتبرة أن ما اقترفته هذه الفتاة مخالف للشرع والأعراف الاجتماعية. وبحسب موقع صدى فإن والدة الزوج شاهدت الفتاة وهي تقبل قعود صغير، كانت الفتاة قد أعجبت بمنظره أثناء خروج الأسرة لتفقد قطيع الإبل الذي يملكونه بمنطقة برية في غرب مدينة الرياض. هذا الأمر الذي أزعج والدة الزوج ودفعها إلى القسم على ابنها بأن يعيدها إلى منزل أسرتها فورا ويرمي عليها يمين الطلاق. لم يستطع الزوج أن يرفض طلب والدته الغاضبة من الموقف، وبررت الفتاة لزوجها أمام أسرتها تصرفها العفوي بأنها لم تكن تقصد من تصرفها الإساءة، وأن الأمر لا يتعدى سعادتها بنمو هذا القطيع الذي تسبب بعد الله في جلب المال لهما، وهو ما خفف من غضب الزوج الذي تفهم عروسه وحاول إنهاء الخلاف بعودتها معه لعش الزوجية، في حين لا تزال أمه ترفض عودة الزوجة لعش الزوجية وتصر على موقفها ويمينها وقسمها على ولدها بأن يطلق زوجته. للتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا ومن جدة دكتورة نادية نصير الأخصائية الاجتماعية والنفسية. أهلا ومرحبا بك دكتورة نادية. يعني وش رأيك باللي قاعد يصير؟ يعني حنا فهمنا أن أم الزوج تغار من في بعض الأحيان، ما نبي نعمم عشان لا حد يزعل علينا بعد، في بعض الأحيان أم الزوج تغار من زوجة ولدها، لكن هل معقولة أن تصل الغيرة بالطريقة هذه؟ يعني أنها تزعل أنها قبلت حيوان بالنهاية؟ بس عليك شيرين وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات، طبعا هو وضع جدا غريب صراحة، غريب عجيب. يعني ذكرني بأيام ما نرجع لحرب البسوس أنها قامت بين قبيلتين بسبب نعجة مدري بسبب خروف ولكن يعني طبعا ما تصل الغيرة إلى هذا الشكل، أنه هي يعني تتلكك عشان قبلت هذا الجمل اللي هي قالت أنه هم القطيع أغناهم وما أغناهم وما إلى ذلك. ولكن أنا بقول أنه هو نفسيا يوجد شيء في قلب الأم أو الحما من هذه العروس الجديدة، فربما يكون هي في خلفيات أخرى وتكون هي أصلا أساسا يعني متضايقة منها من عدة أشياء، فأصبح زي ما تقولي نفسيا هي عندها مركبات وتراكمات جمعتها على بعضها، وتأتي هذه اللحظة اللي هي مثل ما نقول الشعرة التي قسمت ظهر البعير، القبلة اللي قسمت ظهر البعير دكتورة نادية هو فعلا بعير يعني اللي جاب لهم المشكل ده كله. فيعني أنا عجبني موقف الزوج فعلا أنه كان ذكي جدا، بحيث أنه هو يعني حاول يتقبل الأمر وأنه هو رضي أنه هو يسمع من زوجته وكان بصفها. حاجة ثانية اللي نبغى نقولها يعني للأمهات الحموات، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، فالعروس دي لم تأتي بشيء غلط أو شيء يعني يا لطيف إن هو مخالف لدين أو شرع أو ما إلى ذلك، يعني ما نقول إنها قبلت رجل، فيعني إحنا بنقول إنه كيف إنه لسه ما زال يوجد هناك أمهات للزوج إنه تجبر ولدها على الطلاق لمجرد إنه هي من وجهة نظرها شيء أزعلها. وبعدين بنستخدم للأسف القسم والزعل مع قسم بالله وعدم رضا وأشياء كثير بندخلها في الموضوع، وهي يعني الموضوع لا يتحمل هذا كله يا جماعة، يعني مفروض إن هي تكون أهدأ من كذا أعقل من كذا. فيقال إنه أحد الطرفين لو كان عاقل بتمشي الأمور، فهنا يعني أنا بحيي الزوج مرة أخرى وإنه الزوجة إن هم يروحوا ياخذوا رضاها، يحاولوا يتأسفوا لها، تحاول الزوجة إن تفهمها برضك إنه هذا شيء خطأ وما عاد ينعاد، ونبوس القدم ونبدي الندم ونسوي كل ما نقدر عليه
رجع خلاص ما بتقرب ما بتقرب عقب كذا، ما بتروح للقطيع ده خير شر يعني، حتى ما يعني حتى ما بتلمس القعود مره ثانيه. طيب يعني خاصه لاحظه يعني دكتوره، يعني هم العائله اساسا هم من الاشخاص ايضا اللي يربوني يعني قطيع من الابل، ومفروض يعني حتى انا يكون يعني هناك حب، لان دائما سبحان الله اللي يعني اللي ربي الابل في يكون حب ما بين صاحبها وايضا هو نفس الابل اللي عنده طبعا وفاء وحب لصاحبه. سؤالي التالي، خلنا شويه نطلع احنا من الاطار هذا، من الموضوع هذا بالتحديد. السؤال الحين، في بعض الاحيان الوالد او حتى الوالده يحاولون ان ياخذون عيالهم لمنحه هم ما يبغونه، وانهم يفرضون رايهم، وفي حال طبعا الولد او البنيه عيوا اكثر شيء اسهل شيء ان تقول الام والله انا بموت لو ما تسوي لي زي كذا انا خلاص بموت. وش الحل الحين في بعض الاحيان مع الاب ولا الام لما يكون عقله شويه يعني صعب؟ هو شوفي يعني احيانا احنا الابناء بيكون من جهتهم شويه في بعد او شويه في عدم يعني وصل ما بين الام والاب، فبيحاولوا هنا الام والاب بعد ما عيالهم كبروا وانفصلوا عنهم ان هم يجذبوهم او يلفتوا انتباههم اليهم انه يرجعوا اليهم مره اخرى، لان احنا لما بنكبر اولادنا بيكبروا بيحصل شيء من الاستقلاليه وليس العقوق، هو فقد الابناء الان بيستقلوا بحياتهم، بيكون لهم حياه اخرى، بيكون لهم مشاغل اخرى، ولكن في بعض الامهات والاباء ما بيصدقوا انه دول مستقلين، وانما يقول لك لا دول عاقين هم ما بيجونا، فيحاولوا يلفتوا نظرهم بالمرض. انا بشوف اذا كان صحتهم جيده وما في شيء من هم بيقولوه انه لا عنده قلب ولا عنده ضغط ولا عنده سكر او وات ايفر، لو حتى عندهم الامراض هذه، ما هو المشكله ما يكون عنده قلب ولا ضغط ولا سكر، الولد اساسا يعني او البنت على طول يقول انا اخاف ان امي ولا ابويا انهم يعني لا سمح الله يجيهم شيء ويكون يعني في رقبتي، صح؟ يكون انا السبب. فاحنا نحاول نفهمهم نفسيا، لانه كل ما كبروا هم كل ما نفسيتهم اصبحت قريبه من نفسيه الاطفال والمراهقين. والطفل هنا بيكون محتاج الى الحنان، الى العطف، الى الاهتمام اكثر. فهذا ليس الا يعني شويه اعطوهم اهتمام واعطوهم شويه عطف وحنان، فحتتبدل الصوره. عموما الله يحفظ يا رب ابائنا امهاتنا، الله يحفظ ايضا يعني اباء وامهات كل المشاهدين. اشكر لك وجودك دكتوره ناديه نصير، انت دائما تنوريني في برنامج الوطن اليوم. الدكتوره ناديه نصير الاخصائيه الاجتماعيه والنفسيه، شكرا جزيلا لك. استعرض فيلم عرض خلال حفل رواد الاعمال الاكثر ابداعا في المملكه، استعرض المسيره العمليه للمشرف العام لصحيفه الرياض ورئيس مجلس اداره هيئه الصحفيين السعوديين ورئيس اتحاد الصحافه الخارجيه الأستاذ والزميل تركي الزديري، وذلك منذ بدايات عمله في الصحافة. أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع زيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. قال أثناء الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري في القاهرة أن المملكة ستسهم في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية. أظهر مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قيل أنه التقط بواسطة كاميرا مراقبة بأحد المحال التجارية بتبوك بالمملكة العربية السعودية سرعة تصرف امرأة ونجاحها في الإفلات من لص سرق السيارة التي كانت تجلس بداخلها، وذلك بخروجها من السيارة سريعا قبل أن يقودها اللص ويلوذ بالفرار. خلينا نشوف المقطع مع بعض.
طبعا شفنا كلنا مشاهدينا المقطع اللي حاول اللص انه يقترب وبشكل بطيء من السيارة اللي كان في داخلها امرأة. اللص على ما يبدو لم يكن يدري ان هناك مرأة بداخل هذه السيارة، لكنه فوجئ بعد ان ركب السيارة الى ان هناك امرأة. طبعا من الجميل ان المرأة كانت ذكية وبسرعة اول ما ركب اللص داخل السيارة طبعا نزلت منها، لكن اللص حاول دهسها للتخلص منها، إلا أنها تمكنت من تفادي الدهس حتى انطلق اللص هاربا بالسيارة. مشاهدينا، كانت الإدارة العامة للمرور كررت تحذيراتها للسائقين من خطورة ترك سياراتهم في وضع التشغيل عند النزول منها لأي سبب من الأسباب، وذلك بعد تكرار بلاغات سرقة سيارات كانت في وضع التشغيل. إذن مشاهدينا، بهذا المقطع نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. تقبلوا تحياتي أنا وطاقم العمل، وأشوفكم بإذن الله يوم الأحد في حلقة جديدة من برنامج الوطن اليوم. مع السلامة.